في عدد مثير بث على قناة زير تيوب الإلكترونية، كشف المحلل والناقد الرياضي حسين جناد على العديد من الخبايا التي تخص الخضر. حسين جناد قال في تصريحاته في برنامج زير سبور أنه لا يمتلك أي مشكل شخصي معه بالماضي، لكن هناك أطراف دخلت بينهم وضخمت الأمور. كما وصل المحلل جناد حديثه كاشفا أنه لن يتوانى مرة أخرى في تسريب التشكيلة الأساسية إن جاءته الفرصة. هذا وعد جناد لمباراة الكاميرون، وأكد أنها حرمة الخضر من أروع مونديال، محملا المسؤولية للناخب الوطني جمر بالماضي. واختتم جناد حديثه قائلا ما قام به بالماضي اتجاهي بعدما وصفه بالخائن، مؤكدا أنه لن يسمح له لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه ظلمها. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.